الجزء اللي انت بتتكلم عليه يعني حته الغاء الدوري، انا بشوف ان ده فكر فاسد، يعني مش وجهه نظر، في فرق بين وجهه النظر والفكر. وجهه النظر تحلل الموقف، تحلل المرحله، تحلل الاداء، دي وجهه نظر. لكن فكر فاسد اشبه بالعاهه، يعني ان انت تبقى راجل بتقول الغاء دوري، هات لي مره في ال 20 30 50 70 سنه اللي فاتوا اي دوري محترم في اي حته في العالم حد طالب بالغاء ابدا. المشكله ان اللي بيطالب بالغاء الدوري دلوقتي هو اللي كان بيتخانق على ان كاس السنه اللي فاتت يستكمل، يعني الدوري يتلغي وكاس السنه اللي فاتت اللي احنا بنلعب فيه دلوقتي، اللي احنا جايين نلعب بيراميدز وبنتعب وبنعمل معسكرات على كاس السنه اللي فاتت، هو نفس الفكر ان الكاس ان الدوري يتلغي. يعني انا العب كاس السنه اللي فاتت اللي هو كاس البطوله الاقل يعني، والغي بطوله الدوري. طبعا ده ما ينفعش ابدا، ما يصحش وما ينفعش يتقال اصلا، لكن احنا بنسمح. يعني حتى اللي بيسال السؤال كاعلامي ما بيقولوش طب مثلا رواتب اللعيبه مين هيدفع لو لغينا الموضوع ده، سيبك ان هو مستحيل، لكن السؤال الاهم بعد كده، طب فلوس اللعيبه التعاقدات، احنا نادي يا اخي ملتزمين بفلوسنا، يعني هنديها تمام، يعني ماليش علاقه بقى او هتعاقبني ان انا مين ياخد الدوري، دي قصه تانية احنا بنكافئ عليه، لكن انا بتكلم على المبدا يعني. فبعيد وقرر ما فيش دوري في العالم لا جمهور ولا مسؤول ولا اجهزه فنيه ولا لعيبه بتطالب بالغائه، تمام. لما تيجي تعمل مقارنه كده تبقى مش عارف راسك من رجليك، مش عارف يعني انت هتبص يمين ولا هتبص شمال. احارب عشان العب كاس السنه اللي فاتت وبعدها باسبوعين اقول لك لا لازم نلغي الدوري دلوقتي، يعني فاعتقد ان ده فكر زي ما قلت لك فكر فاسد كمنظومه رياضيه يعني. اخر رساله تقولها للاعبين، عندنا ماتش سموحه، ماتش الجونه، مرحله صعبه جدا، تقول للاعيبه النهارده اقول ان انا الكاس بحلو وبمر وخلص، كاس بحلو وبمر وخلص. عندي ماتش سموحه، ماتش من الماتشات الثقيله والصعبه جدا جدا، بعد يومين يعني احنا هنتمرن بكره وبعد كده هنسافر بعد بكره ان شاء الله الرحمن على اسكندريه. لكن يعني انا افتكرت حاجه دلوقتي، يعني كابتن محمد عادل حكم كويس جدا 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 بغض النظر عن الموقف بتاعه اللي هو حصل في مباراه الزمالك يوم 5/1/11، لكن لحد دلوقتي ما حكمليش خالص، من التاريخ ده ما حكمليش خالص. يعني مش معنى كلمه قالت او هو قالها يعنيها ما يعنيهاش، حس بيها، صعب عليه، المهم مش ده الاساس، المهم ان هو حكم كويس فعلا. فمش ممكن ناخد ذنب كابتن محمد عادل على طول على مر الخط، يعني لو هنبص كده بقى ده احنا يعني 70% 80% من الحكام مش هتحكم لنا خالص يعني خالص. فانا بقول شهاده حق، يعني هو الراجل يعني حكم كويس بغض النظر عن اي حاجه، فما ينفعش انا داخل على سنه ما بيحكمليش خالص يعني. اشكرك يا كابتن سيد والتوفيق. كابتن ايمن، اعتقد كلام في غايه الاهميه من الكابتن سيد عبد الحفيظ، ورسائل كتيره جدا للمسؤولين في الاتحاد المصري نتمنى عليها الاجابه. من جديد بتعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي.